لو سألتك في رأيك مين أفضل لاعب في العالم في هذه اللحظة تختار مين؟ الحقيقة بما إني عاشق لكرة القدم فإنني أقول من هو أحسن لاعب في العالم، وبالتالي أنا لدي ذكريات أخرى عن لعيب آخرين قد لعبوا سابقا في البارسا وكان لديهم نتائج هائلة، من ضمنهم ليو ميسو، ولكن أن يوجد الكثير من اللعيبة الجيدين في العالم، ولكن أنا كان لا يمكن أن أذكرهم لأنهم يوجد كثير من الأندية لديهم لعيبة جيدين، وبالتالي حتى أقول أن هناك لاعب لديه فرص كثيرة، فأعتقد أن اللعيبة بيتم تصنيفهم على حسب طريقة لعبهم أو تصنيفهم، وبالتالي وأن يلعبوا في أندية مهمة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول من هو أفضل لاعب، وأعتقد أن الجمهور في مصر أنه يشجع البارسا ويشجع اللعيبة هناك، وبالتالي قد يتحول هذا إلى عشق لبعض الأندية للعيبة الكبار الذين يلعبون، فأعتقد أن ليو ميسي في الخلاصة أحد هؤلاء اللعيبة، وأنا سعيد جدا بهذا، وأنا سعيد جدا بعلمي أن المصريين يشجعون فريق مثل البارسا.